مفيش مصر؟ فيه فيه؟ بكام بقى؟ 25 لوحده. ليه هي مش فضة؟ فضة ما تتباعش يعني. اوكي طيب امسكها. انا هاخد واحدة. اوكي امسكها. لا انا هاخد بتاعت مصر. واو حلو. ها عالم ايه ده؟ فين عم ربيع؟ ايوه زيت حار عم ربيع. ان شاء الله. ماشي عم ربيع. فين بقى؟ فين عم ربيع؟ ايوه شبعت. ناكلها بقى ما اجوع. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ ايوه. هو انت بتيجي كل يوم ولا يوم ويوم؟ يا ده انا كل يوم هنا من قبل ما انت تتولد ما فوتتش يوم. عايز عصا ترغيفه يا عم ربيع. خد يا عصا ترغيفه. اهلا ازيك يا عبير؟ صباح الخير يا ام مصر. النبي تناولي عصا ترغيفه يا مصر يا ابني. حاضر يا عم ربيع. اهو معاشر اهو خد شيك شوف فين. هتشوف الاسرار. ايوه ايوه مني. ولقيتهم فين؟ في حد جه سلمهم للامن ومشي. رحلة عذاب. ايه ده؟ ده الفلوس زي ما هي. حظك حلو. تليفون كمان محدش كلمني. دلوقتي تقدر ترجع تاني في اي وقت. يا هو خلاص ماشي؟ ايوه سعيد الحمد لله لقيت تيكت. طب ممكن اوصلك بالفيسبا؟ لا ما هو راضي تحت عشان بس الشنطه معايا وكده. ثانك يو سعيد. ممكن اخد الجلابيه بتاعت باباك دي اصلها كانت بتريحني قوي يعني كده. تعرف انك هتوحشني قوي يا مصري. والله وانت كمان يا ام سعيد هتوحشيني جدا. صحيح يا ام سعيد هو انت اسمك ايه اصلا؟ اسمي ام سعيد. الله امال سعيد يبقى اسمه ايه؟ اسمه مجدي. حلوه يبقى خد بالك بقى من امك يا مجدة. انا هنزل الشنطه العربيه. اوكي سعيد هتلاقي راضي واقف تحت مستني قدام الباب على طول. حلوه امك. اه سعيد طيب كنت عايزه بس كنت عايز اديله الظرف ده يا ام سعيد. لقيته عندي في البيت جوه في الشقه. بيتهيألي ان هو المعاش بتاع ابو سعيد كان سعيد ناسيه جوه. توصل بالسلامه يا مصري. نوسة هبقى ابعت لك على الايميل بتاعك. اوكي وانا هستنى. يا حماسة ها جميل. السنة الجاية بقى تبقى ستيفن صح؟ سلام. والله هتوحشوني. مع السلامة يا ابتسام. انا متشكر قوي يا مصري. علي منصف. خلي بالك من منصف. اوكي. يلا. يلا السلام عليكم. مصري. نعم يا حماس. على فكرة بس انت زعلت مني كنت بعملك من وانت حافيه عشان ترجع تاني. ده على كده انا ليا فلوس كتير قوي يا عم. خد يا راضي ساندوتش فول من عند عم ربيع بس بجنيه مش ب 60 جنيه فاكر؟
اتوتكت قوي يا استاذ مصري، بيت مصري. شكرا يا راضي. توصل بالسلامة يا أستاذ مصري. خليها مصري بس بقى. راضي امسك. إيه وحياة أمي العيانة ما يحصل، خليها عليها المرة دي، ومش عزومة مراكبية على فكرة. شكرا يا راضي. سيا. سلام. أكلمك بالسلامة.